السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة برضو زي ما تعودتوا كده معايا ان انا كل لما اعرف ان انا اسجل عن عملة جديدة مصرية بعمل لكم فيديو على طول. النهاردة انا لقيت جنيه دوت احتفالية طريق الكباش 25 نوفمبر 2021. انا جه في ايدي بالصدفه بصراحه، يعني انا بصيت لقيت جنيه شكله كده غريب، انا مش عارف هو كان ممسوح ولا ما ايه اللي مكتوب عليه ده. حاولت ان انا اقراه، ما كانش واضح بالنسبه لي، ف خليته معايا لحد لما وصلت البيت وقعدت افحص فيه كده لحد لما لقيته زي ما انتم شايفين. جنيه شكله جميل جدا، مكتوب عليه احتفالية طريق الكباش 25 نوفمبر 2021، وهنا في النص زي ما انتم شايفين كده قرص الشمس على ما اعتقد دوت زي ما كانوا بيقولوا الاله امون. طبعا انا ما عنديش معلومات اثرية جامدة، والديزاين بتاعه زي ما انتم شايفين كده لوكسور، مكتوب كلمة لوكسور هنا من تحت. بحاول ان انا اوضحها اهو، حتى كلمة لوكسور عليها نقش، اعتقد في زي ديزاين كده حروف شبه الهيروغليفي. وتحت قوس الشمس برضه في زي مركب متقسمة 3 قطع وعلامة تانية اهي فوق المركب، مش عارف دي مفتاح الحياة دي ولا ايه. ذا سفينكس افينيو، احتفالية طريق الكباش 25 نوفمبر 2021. طيب ده اللي مكتوب على الجنيه. طيب الناحية التانية منه هو جنيه عادي خالص، التواريخ بتاعته 2022 و1443 هجري، جمهورية مصر العربية 1 جنيه. الجنيه ده تم إصداره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد فترة كبيرة بدأنا ان احنا نشوف جنيهات تذكارية ما كانتش موجودة من فترة، واظن ان دي حاجة جميلة بتاع تسجيل الاحتفالات والايفنتس اللي هي بتحصل في مصر. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ويا رب اكون ضفت حاجة لكل محبي العملات، و زي ما عودتونا على الدعم دايما متحرموناش من الدعم بتاعكم، ومستني تعليقاتكم. وكل سنة وانتم طيبين، ومناسبة عيد الفطر المبارك ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا ونتقابل على ألف خير. السلام عليكم.